اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده، هوبا، شفت بقى البيتزا الفظيعه دي بالسلامي؟ الله، دي شكلها هيكون بيتزا تحفه، اسمها روستي باني، شكلها جامد جدا جدا جدا. هنفتحها بقى النهارده مع بعض ونحطها في الميكرويف وندوها. بصوا مكتوب عليها ان هي بالسلامي وعليها طماطم بقى وبصل وجبنه سايحه وسوسيس. واو، شكلها هيكون بيتزا جامدة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نفتحها وندوقها مع بعض، اصلا شكلها في الزور يدوخ، وانا الحمد لله جعانة قوي قوي قوي. يا ترى بقى البيتزا دي هيكون طعمها عامل ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. واو، معانا بقى ايه؟ نفتحها، واحلى حاجة فيها ان هي ممكن تتحط في الفرن لمدة من 15 لـ20 دقيقة تقريبا، او من 12. اهو بصوا مكتوب ان احنا هنحطها في فرن درجة حرارة 12، ونسيبها من 12 لـ15 دقيقة درجة حرارة 200. اوكي، بعدين نحطها في الفرن كده، نسخنه الاول، بعد كده بنسيبها في الفرن من 12 لربع ساعة، 12 دقيقة لربع ساعة. الله، تعالوا بقى نتفرج عليها الاول قبل ما نحطها في الفرن، وبعد كده بقى هفتحها لكم ونحطها في الفرن مع بعض. الله، بص محطوطه بقى في كرتون كده، عليها بقى جبنه موزاريلا، اكيد طبعا لما بنسيحها بيكون طعمها تحفه. اوبا، شفتوا بقى بيتزا بسوسيس بالسلامي؟ اوهو، اكيد هيكون طعمها جامد قوي. مستعدين احطها لكم بقى في الفرن؟ ده طبعا شكلها قبل ما تستوي. يا ترى بقى بعد ما تستوي هيكون شكلها عامل ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. مستعدين؟ اهو، تسيبه بقى من 12 لـ15. اوبا، شفت بقى بعد ما استوت هيتحمصت مني شوية. اوكي، شكلها اصلا بصوا تحفة تحفة تحفة، والعجينة بتاعتها برضه شكلها كمان حلو قوي. انا بحب جدا الجبنة الموتزاريلا، ولما ساحت عليه بقى اديتها لون جامد قوي. اوكي، هنجيب بقى حتة بالشوكة والسكينة وادوقها معاكم، هقطعها اهو. واو، هاخد بقى منها قطمة واقول لكم بقى رأيي فيها. الله، بصوا بقى هنا في صلصة مع البصل مع السوسيس مع السلامي. هاخد بقى كده منها قطمة. العيش فيها بيقرمش. لا، طعمها يهبل، والجبنه كده بتدوب في البق، فبتدينا طعم تحفه. لا لا لا، لازم ان انتوا تدوقوها، لا طعمها فعلا جبار. السلامي مع السوسيس مع الجبنه الموزاريلا، واو، ممكن احنا كمان نزود عليها شويه موزاريلا اكتر، هيديها طعم كمان جامد قوي قوي قوي. انا عن نفسي عجبتني قوي قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز بقولي لي في الكومنتات رايكم في البيتزا الفظيعه قوي دي، واحلى حاجه فين احنا طبخناها على طول، ما خدتش مني وقت، وكمان احسن ما اجيب بيتزا تيك اواي بيكون فيها بقى زيت كتير قوي. فانا عجبتني قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. قولي لي بقى رايكم بقى فيها في الكومنتات. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.